مشاهدينا الكرام في هذه التغطية والنافذة من عدة وسيلة الحالية للوقوف أكثر على تفاصيل ومجريات ما حدث صباح هذا اليوم من اقتحام قوات الاحتلال إلى بلدة السيلة الحالثية، ومن ثم اقتحام منزل الأسير عمر جردات وهو نجل لعائلة أسيرة حتى هذه اللحظة، وهو شقيق الأسير غيث جردات والذي يتهمه الاحتلال بالوقوف خلف تنفيذ عملية حومش التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة عدد آخرين. قوات الاحتلال اقتحمت المنزل صباح هذا اليوم وقامت بتدمير المنزل بالكامل، ومن ثم يعني انسحبت بعد تفجير المنزل وعاثت به فساد كبير. كما تشاهدون في هذه الصورة قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت فجر هذا اليوم منزل عائلة جرادات وقامت بتخريب ممتلكات المنزل. إذن كما تشاهدون في هذه الصورة حجم الخراب الذي خلفه الاحتلال بعد اقتحام منزل عائلة جرادات. إذن كما تشاهدون هذا هو حجم الخراب الذي خلفه الاحتلال في هذا المنزل بعد اقتحامه فجر هذا اليوم، حيث قامت بإخراج الساكنين منه ومن ثم البدء بهدم الجدران الداخلية، وبعدها قامت بتخريب كافة الجدران الخارجية. حاليا لا المقابله لا Thank you.
إذن هذه العائلة الآن تقبع في سجون الاحتلال، الوالدة تقبع أيضا داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى كل من غيث وعمر بتهمة الوقوف خلف تنفيذ عملية حومش والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين. دمار كبير تشاهدون حجم الخراب يعم هذا المنزل بعد تفجيره من قبل قوات الاحتلال. إذا مشاهدينا الكرام هذا كما شاهدتم منزل عائلة غيث جرذات، سنوافيكم بكل ما هو جديد بإذن الله. إلى هذا الوقت نلقاكم على بركة الله.